السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الدولار في مصر اليوم الجمعة 16/9/2022، فضلا منكم وليس أمر دعمي باشتراك ولايك، جزاكم الله خيرا. نبدأ بسم الله. دولار أمريكي يساوي، سجل 19 جنيه و42 قرش. الريال السعودي يساوي 5 جنيه و17 قرش. وسجل الدينار الكويتي 62 جنيه و86 قرش، كما سجل الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 22 جنيه 27 قرش، كما سجل اليورو 19 جنيه مصري 42 قرش. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.